مجموعة من الرسائل أوجهها للفاعلين في المغرب، بداية بالوزارة وهذا التعنت ديالها في عدم تحقيق المطالب ديال الأساتذة، وخاصة نحن كأساتذة ابتدائي عانينا من الإقصاء المباشر صراحة في هذا الملف. هذا الوزارة اللي كانت جادة في تحقيق المطالب، فرع الأسر الابتدائي هو الأساس، هو القنطرة لجميع الأسلاك التعليمية. رسالة موجهة للنقابات صراحة اللي خدلاتنا بصريح العبارة، كنراهنوا على النقابات أنها تكون هي الجهاز اللي كيدافع على الأساتذة والهيئة التدريس بصفة خاصة، ولكن استغلت هذه الحركة ديال الأساتذة واستطعت تحاور الوزارة باسمنا. احنا هنا ماشي من أجل الإضراب، ولكن من أجل الكرامة، من أجل تحقيق عدالة أجرية، من أجل مجموعة من المطالب اللي كانوا جميع الأساتذة متفقين عليها. ونتمنوا أنه الحكومة في القريب العاجل أنه تصنت وتشوف المطالب ديال التنسيقية الموحدة والتنسيقية ديال الثانوي التأهيلي والتنسيقية ديال أولا جميع التنسيقيات اللي هي في الميدان. اليوم جينا باش نحتجوا على عدم التلبية المطالب ديالنا ومن أجل الحقوق المشروعة، وكذلك جينا من أجل أن نعبر أننا كتلة واحدة، أن النساء ورجال التعليم في صف واحد. الرسالة ديالنا للآباء أننا الخروج ديالنا اليوم فهو خروج اضطراري، لأن ما يقارب 3 أشهر ونحن في الشارع، ولكن الوزارة لم تستجب للمطالب ديالنا. أريد أن أقول للجميع من هذا المنبر أن قيمة الأستاذ تتلخص في كونه يصنع ذاكرة وطن. سول أي مواطن مغربي غادي تلقى الشخصية ديالو تبنات من خلال أستاذ قدوة كان أو حافز. لذلك حنا راه كنبنيو الإنسان، نحن نفوق من يبني العمرة، نحن نبني الإنسان، وأي واحد كيبني الإنسان في هذا الوطن خصو تعطاه القيمة الحقيقية. لذلك رجاء كفاكم استغباء الجسم التعليمي، حنا راه ماشي قطع باش نتقيدو، راه ما غادي يقيدنا حتى شي واحد كيف ما كان نوعه كيف ما كانت جهته. حنا أشخاص كنفكروا بعقولنا، عارفين المصير ديالنا، عارفين الوظيفة ديالنا، وعارفين لاش خارجين. بغينا إصلاح حقيقي، والإصلاح الحقيقي كيجي من خلال التدافع. أنت عندك واحد الرؤية ديال الإصلاح السي المسؤول، حتى حنا راه عندنا واحد الرؤية ديال الإصلاح. خصكم تصنتوا لينا، تنزلوا معنا للتحت باش يكون هذا الميثاق وهذا العقد ديمقراطي ومبني على أسس اللي هي حقيقية. اليوم حاضرين في إنزال وطني أمام البرلمان، جميع التنسيقيات المناضلة دعت لإنزال وطني ودعت الشغيلة التعليمية باش أنها تحضر لهذا الشكل النضالي اللي كنعتبروه شكل نضالي راقي جدا، هو استمرار في المعركة النضالية ديالنا اللي خاضوها الأساتذة منذ يعني شهر أكتوبر. للأسف كنشوفوا أن الوزارة لم تتجاوب نهائيا مع مطالب الأساتذة، رغم الحوارات المغشوشة، رغم الحوارات اللي دعت لها النقابات واللي كنعتبروها أنها ليست ممثلة للشغيلة. النقابات اللي كتعتبرها الوزارة عندها تمثيلية، وحنا كنقولوا أن الممثل ديالنا الوحيد والشرعي هما التنسيقيات، وإلا كان غادي تفتح شي حوار فغادي تفتح مع التنسيقيات ماشي مع النقابات. السيد أخنوش أقول له، وهو من يمكن أن يفهم ما أقول، إن كان هناك غفلة في هذا المناخ فعالجه بالإيمان والتقوى والقرآن. ثانيا أقول للسيد بن موسى بأن نفسية الأستاذ تم تدميرها، بأن نفسية الأستاذ تم تدميرها حتى تم الاستجابة لفئة غير فئة هيئة التدريس. نحن مدينون للحكومة باعتذار، لسنا أقل شأنا من الأردن، لسنا أقل شأنا من الأردن التي تم اعتذار لها. أول شيء. ثاني شيء، المردودية التي تتكلمون عنها لا يمكن أن تكون هناك مردودية إلا برفع نفسية الأستاذ، بأن يكون الأستاذ له نفسية جيدة قبل أن يكون يدخل القسم. دخول القسم يجب أن يكون رهينا بتحقيق المطالب الأساسية، وهي أولا على رأسها الاعتذار لهذه الفئة لأننا أهنا كثيرا. ثانيا رفع الأجور، لا يمكن أن يكون أجرنا معادلا لمن علمناهم، نحن أجورنا يجب أن يفوق أجور أناس درسناهم. ثالثا هي حذف كل ما يمكن أن يهيننا ويهين قيمتنا كأساتذة في هذا النظام الأساسي.